يقول وإذا مس الإنسان الضر دعانا، تذكر الله سبحانه وتعالى هنا، يتذكر الله جل وعلا، دعانا، دعا الله جل وعلا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني مضطجعا أو قاعدا أو قائما، يريد في كل وقت، في كل وقت، في كل حال، على كل حال، لأن هذا هو الأغلب في الإنسان، هو نايم بالفراش يدعو، هو جالس يدعو، هو واقف يدعو. ليش؟ لأن الأمر يهمه، عنده أمر يهمه، أصابه الضر، مريض. تشوفون المريض أحيانا دائما يدعو يا الله تشافيني، يا الله تعافيني، يا الله كذا، يا الله كذا، يا الله كذا. ولده مريض، ولده مسجون، ولده أو زوجته عليها دين أو غلب الدين، أي شيء، أي ضر يصير دائما يدعو، يجي المسجد يدعو خاشع وكذا، وهذا شيء جيد، لأن الأصل في المسلم أنه يلجأ إلى الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. دائما الإنسان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويدعو الله تبارك وتعالى ويرجوه جل وعلا، والله يخبر عن هذا الإنسان أنه إذا أصابه الضر دعا الله تبارك وتعالى لجنبه أو قاعدا أو قائما. هناك أحوال أخرى أيضا، راكعا ساجدا، لكن ذكر الأغلب، ذكر الأغلب أنه في هذه الأوقات في قيامه، في جلوسه، في اضطجاعه دائما يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. لكن ماذا بعد ذا؟ قال فلما كشفنا عنه ضره، يعني استجاب الله له وأزال عنه الضره سبحانه وتعالى، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. نسي، نسي، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، نسى الله تبارك وتعالى. اللي كان يجي قبل الصلاة ويدعو، هذا الآن ما يدعو، خلاص صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما قضى الأمر لا صلى ولا صام، خلاص انتهى الأمر، حصل مراده، الآن لا يدعو الله، مع أن الدعاء في ذاته عبادة، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والإنسان عندما يدعو الله في الرخاء يستجيب له في الشدة سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء لا يعرفون الله تبارك وتعالى إلا وقت الشدة فقط، إذا أصابه الضر دعا الله تبارك وتعالى. وبعض مشركي زماننا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ومحمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيرهما، بعض مشركي زماننا الآن إذا أصابه الضر لجأ إلى غير الله تبارك وتعالى ودعا غير الله تبارك وتعالى، فلجأ إلى صاحب قبر أو إلى ميت أو إلى جني أو إلى غير ذلك، يدعوهم من دون الله تبارك وتعالى. مشركو السابق كانوا عند الضراء يسألون الله وحده سبحانه وتعالى، أما مشركو زماننا والعياذ بالله حتى في شدة الأمر يقول لا تدعو الله، ادعو غيره، لأن هذه مصائب عظيمة لا يقدر عليها إلا فلان، أعوذ بالله، وأين الله جل وعلا؟ حتى قال قائلهم إذا ادلهمت الأمور وضاقت على صاحبها فليلجأ إلى المهدي، يلجأ إلى الإمام المهدي، هذا اللي ينجيك ويخلصك تماما. طيب أين الله سبحانه وتعالى؟ أشك هذا هو الضلال، بل هذا هو الكفر بعينه، وهو دعاء غير الله تبارك وتعالى.